السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بأول فيديو من يعني هاي السلسلة اللي بتتكلم عن تعلم اللينوكس أو جنو سلاش لينكس. إيش المفاهيم؟ يعني شو اللي بتفرق عن عالم الويندوز؟ يعني أنت لما تكون أنت يعني مستخدم ويندوز يعني من سنوات طويلة، ايش الفرق؟ شو الاشي اللي ممكن تكتسبه اللي هو يعني مش راح تلاقيه بالويندوز؟ طبعا لو تكلمنا عن اللينوكس او جنو سلاش لينكس، طبعا في بديش احكي الوف، بجوز ملايين الكتب اللي تم تأليفها وتم نشرها عن اللينوكس او جنو سلاش لينكس او الامور المتعلقة ب يعني المعايير تبعته، افكاره. يعني الفرق بين يعني جنو سلاش لينكس واي نظام اخر بالعالم هو انه مبني على فلسفة، وخاصة انه العلماء هم اللي بنوا جنو سلاش لينكس، بينما المراكز مراكز المختبرات حول العالم هي اللي بنت اليونكس. واللينوكس او جنو سلاش لينكس واليونكس، يونكس اللي احنا بنعرفه القديم جدا اللي هو معظم الآلات القديمة كمان بتشتغل على نظام اليونكس، هم نفس المعايير، يعني نفس الستاندردز، يعني هم مبنيين على نفس الهيكل الهرمي. لكن اليونكس خلينا نحكي ما بتمتع بالمرونة اللي اللينوكس بتمتع فيها. طبعا اللينوكس اخذ اسمه من 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 الكيرنل، لكل نظام بالعالم كيرنل. يعني لو اجينا في احنا عنا مثلا هاي جنو سلاش لينكس، في عندك هون طبعا فينا اللي هو الكيرنل، وفي عندك اللي هو اللي هو بيقول له الشيل، وفي اللي هم الابليكيشنز لابس. الكيرنل اللي هي نواة النظام، اللي هي يعني كل نظام بالعالم سواء كان ويندوز او يونكس او اندرويد، في له كيرنل، في له نواة من الداخل. النواة هي المسؤولة عن تشغيل النظام، تحميل الدرايفرات، يعني بتعرف على كرت الصوت، كرت الشاشة، على الكيبورد، على الماوس، على السماعات الى اخره. الكيرنل هي اللي بتعطي بتعمل اليوزرز الاشياء هاي، بتعطي الصلاحيات انه المستخدم له صلاحيات كذا، هذا المستخدم ما له هاي الصلاحيات. واهم اشي بالكيرنل تبعت جنو سلاش لينكس اللي هي انه يعني مبني على المالتي يوزرز، يعني مجموعة كبيرة من المستخدمين بيقدروا يستخدموا نظام واحد يستخدموه، وكل واحد له خصوصيته وكل واحد له إمكاناته. في كمان عندك الشيل. الشيل هي عبارة عن الطريقة، يعني الطريقة اللي بتتحدث فيها مع الكيرنل. يعني انت بدك تشغل شيء، برنامج، نظام معين كذا، فانت بحاجة لأسلوب او طريقة عشان تتحدث معها، وهي الطريقة هي اللي بتوفر لك اياها الكيرنا الشل.
بضل عندك الابس، كل ما سبق هو علشان يعني علشان الابليكيشنز تشتغل. فانت عن طريق تشغل فيديو بلاير، بتشغل يعني بتعمل كونفيجريشن، بتعمل بتشغل كل الخدمات اللي انت بتحتاجها. من وين اجى اسم لينوكس او شو هو؟ يعني موضوع قديم كثير. في على الانترنت اشي اسمه جنو بروجكت. جنو بروجكت هو المسؤول الاساسي او الرئيسي عن الجنو سيستم. الجنو سيستم هو فعليا النظام الاساسي، والجنو هي فعليا اختصار لجنو جنو نوت يونكس، يعني ريكيرسيف اكرونيم جنو نوت يونكس. فالجنو نوت يونكس هو النظام الاساسي، لكن كانت في مشكله انه الكيرنل او النواه الاساسيه للنظام كانت غير مكتمله وغير فعاله بالشكل المطلوب. بعدين اجى تبرع شخص اسمه لينوكس تورفالدز، وهو اللي قدم الكيرنل تبعت النظام اللي هي ما يسمى باللينوكس. فعشان هيك هو نظام جنو بكيرنل اسمها لينوكس. ليش سموه صار انتشر اسم لينوكس؟ لانه في اثناء يعني بناء هذا المشروع كان في فولدر ملف داخل هذا المشروع اسمه لينوكس، وكان داخله النظام، داخله الكيرنل نوا. فانتشر الاسم انه لينوكس لينوكس لينوكس، بعدين خلص يعني اخذوا الناس على الاسم ويعني وصارت المفارقة انه كل المشروع صار اسمه لينوكس، لكن هو فعليا اسمه مشروع جنو. لكن يعني كل واحد اسهاماته بهذا المشروع اسهامات كانت عملاقة وجبارة لحتى ما نجح مشروع مثل هيك. في الآن بداية كان في شخص اسمه ريتشارد ستولمان. ريتشارد ستولمان طبعا بتقدر تفوتوا هون على .gnu.org. ريتشارد ستولمان هو شخص يعني هو بروفيسور. ريتشارد ستولمان كان في بيل لابس لابوراتوري ماساتشوستس، وهو كان المسؤول عن يعني عن احد انظمة اليونكس برمجتها ويعني صناعتها. بعد ما انهى النظام حاول يعطيه او طلب من الشركة انه يعطيه لزملائه عشان يشوفوا هذا النظام الرائع اللي بنوه هو والموظفين والاشخاص الثانيين، لكن الشركة رفضت وباعت النظام. فهو عمل شيء اسمه freesoftwarefoundation.org، والفري سوفت وير فاونديشن هي المسؤولة عن حركة حرية البرمجيات في العالم كلياته. فري سوفت وير فاونديشن هي المؤسسة اللي وقفت يعني امام كل الشركات الاحتكارية في العالم. الشركات الاحتكارية اللي بتحكي لك انه لازم انت لحتى ما تقدر تستخدم برنامج معين احنا بنعطيك لايسنس، يعني بنعطيك اللي هي كود، او انت لازم تشتري البرنامج مشترى. لكن المشكلة انه انت فعليا لا تملك البرنامج ولا تملك انك تعرف كيف هذا البرنامج كيف يعمل هذا البرنامج، لكن انت بس يعني فقط انت مستخدم للبرنامج. يعني انت كل اللي بتدفعه كل اللي بتعمله بس علشان يسمحوا لك تستخدم البرنامج، وهذا يعني مش شيء بتدفع ثمنه انت. يعني
يعني أنت بتدفع فلوسك مقابل تقريبا لا شيء، وهذا يعني اللي خلى حركة حرية البرمجيات تتوسع في العالم كلياته. ريتشارد ستولمان، لينوكس تورفالدز، وأشخاص كثيرين، لكن هذول هم يعني عمالقة الفري سوفت وير، عالم حرية البرمجيات. بشوفكم في الفيديو القادم إن شاء الله. شكرا لاستماعكم، السلام عليكم ورحمة الله.